هذه ديرة الطيب وصلناها. وش النية الحين؟ يلا يا خالة انت حفالك مالي نفس بالزاد يدلنا ذيب والرجال توخروا ان شاء الله يعودون يا خالة وانت ليه ما تاكلي ما ادري يا خالة الي كم يوم صادة نفسي عن الزاد خوهم فيك من ينادي انا واحد من رجال ذيب بغيتك بكلمه راس من ذيب هذا انا جايتك انت وحرمته الله يعطيك العافيه جايه ان سمعت لك صوت راسك لها جزه مش شايفة وجهك من قبل ايه كانت شايفتني انا شامخ ولا شيخ ابو شامخ عرفتيني ما تستحي على وجهك تخلي سيفك على رقبة حرمة بعمر امك امي ماتت يا مذيبة ذبحها ولدك اللي انت ربيتيه فهمتي لو دور عنك ذيب ما بيرحمك فهمت ولدك هو اللي خلاني اسوي هالسواد يلا قدامي يلا شو بدك؟ شو هالسؤال الغريب؟ بدي احكي معك ما في بيني وبينك كلام تعبت حالك على الفاضي شو صاير لك هيدا؟ ليش عم تحكي معي هيك؟ روح وما عاد بدي اشوف وشك مرة تانية هيدا طولي بالك شو بكي؟ حكيني كلمتين عم قلك خلص روح يلا تقبريني ناطرينك على الفطور يلا جاي ايه مسعود خير شوفي هلين ياسمين غيداء شو قصتها ليش ما بدها تحكي معي هيك قالت لك
ايه هيك قالت لي، بس مش هنعرف شو غلطان. اذا غلطان بشي والله بتستسمح منها. والله ما بعرف، ما سألتها. فيك تنادي لي اياها اذا بتريدي. طيب بحاول، رح اقول لها وارجع لك. خليك مستنيني. ها ماشي، رح استنى هون انا. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. مسعود مستنيكي، قال بده يشوفك. قلت له انه ما بدي احكي معه. شو عم توتوتو؟ ما في شيء ابي، هيك شغله بنات. ايه يلا سمو بسم الله. بسم الله. يما أنا خايفة. ما ودي أسمع هالكلام. تحرم الذيب تفهمي. شهم، الأمور طيبة، ما بين أحد ليه الحين. أنت شلون جرحك الحين؟ ما ودي أفكر بيه.